بيعطي غرفة وان ملائكتين بحي تابتان بجواري تحشينه والناشطات نشطا لوان ملائكتين ورح إجا مؤمنان بهساني تصينه والسابحات سبحا لوان ملائكتين لآسمانا توباريدكين ودقارين بأمر خدا دشنوتين بمعنك ومعنك تجي لوان سيارين وان كواكبين ودفزا يدا دحركين بأمر خدا فالسابقات سبحا اجت شي ملائكه وشي امن او سياره وكواكب او شدكن بلازو بس بهبره ايش بازيه دكن فالمدبرات امرا اصلا يعني او مو سيارات نيخت اذا فشتلتي هنك اغلب العالم شو تمام وصل ملائكه عدد ان بيجي بيجي بيجن بلي بوان ملائكه المدبرات امرا وكارو بار بريبد بن أبوان صند بي كو يوم ترجف الراجفة روجا كو هرجتي تهجيني كو تتبعوها الرادفة يكادن لبيوات هادوي روجي دا قلوب يومئذ هادوي روجي دا هندل بترسو لرزن أبصارها خاشعة شابوان ملولو بريشان ودبيجن يقولون أئنا لمردودون في الحافرة بيجن ما بيشتي مرني قيامي لحالي خوي بيشي فجر حافرة حالي خوي بيشي أئذا كنا عظاما عظاما نخرة ما قابك أم ببن حستين رزياي وجهب بلا ببنجي أم ديسا صار ببن قالوا تلك إذا كرة خاسرة ولا أجر طب اف الجورا حنيجي خد بقوي بوجيكو حنيجي خد ب بعصا بالانترنت كان طلع اجر قصابه تلك اذا كره خاسره ديجا اجر قصابه او جبو مادي ببا فالكركه بالزيان فانما هي زجره واحده بلكي او بس خيره كبتنيه يعني او زحف تشتيك او مظلوم جن الباب على هي ثانيه تشتيك بسيطه وبل بسكي بلكي بيركي زجريكي بالثانيه فاذا هم بالساهره تشتي وي ها تشتي وي بيري بجهده او تحمي لسر عرضي يعني عرضك يسبي يعني عرضك يكون تعبير الشامي يعني لسر عرضة عراساتي هي شببن هي قببينن فإذا هم بالساهرة بلى أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة بقسم بشان قسمين ملائكة أخوة على قسم دبي أو ملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد ما هو النازعات نقول رح الجسد ترتخى وترح من الأجساد وبالطوائف التي فانشيتها والناشطات وان فرقين ملائكتها تنشيتو يعني تخرجها وكما قلت يعني اگر كن نزع بي او مربي يه كافرايا ونشج مربي يه مؤمنايا من نشط الدلو من البئر اذا اخرجها وبقوة السابحات التي تسبح في مضيها بيان ظهور التداية بظهوري كاشكة نبع مداوية نبع قال النشطي بكيف أخوت الدليل جبيري دلخي برحتي بكيفي بزوتي بكيف لميشي تشكيتي أجيبوية هواي كاف قيتي وان خيتي أبالي خوش أولي إتوكي معنى دا جي ما قول يعني هنكي بساتي أوتكين يعني بأو خاصي بي كافرة يا جذبية لو رأيب جذبة وبشدة ليت نشطي او اكيد ب يمونايا بلي حتى ب من غير بكرد اذا اخرجها وبالطوائف التي تسبح في مضيها اي تسرع والسابحات سبعا تمكي عجلتك انت امر قوي تعالى ده فتسبق الى ما امروا به فالسابقات يعني تسبق الى ما امروا به عجلة بلد شنبال او تشتيب خدا امر واكري تشد كنيجا
المدبرات امرا فتدبر امرا من امور العباد تدبير دستينن يعني ريكو فيك دكين ساس دكين امركي امر عباده بل امر عباده بتشدجي مما يصلحهم في دينهم او دنياهم جوان تشتفو بدبي صلاح جوار تشد الدين ده تشد الدنيا وده كما رسم لهم شوابو ياجي كما رسم لهم جي تشد يا بدنا بعد بال الله يرضى بنا ما شيء وسا يعني وسا كده ممكن كما رسمه وسا تقوله كوش تدين ولا يعني يعني ما دام خدا يقال بودا كما رسم تعالى مقول بجي بودا نوا يقول كما رسم تعالى لو نقول ما تبي بودي أصلا تاني بودي أقول مثل رسمه كوش تدين بل بل غرقا والنازعات غرقا ما قو اذا ما قو اري نزع معناه يفكش رحدك شينا اذا غرق معناه ايش يا تبي اغراقا في النزع يعني شوا يعني اي تنزعها من اقاصي الاجساد تمام جسد يدك شينا من اناملها واظافرها تمام حتى بن 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 نوكيوان والسرتريوان يشتبي ويرحي تردير نزع يعني تجي بغينك شامل تن ان جوري داتك زاتن اف كود بجي اقاسي هويجيش معنى غرقان دارتك خدمة جوي يعني هم ملايكات خد بما جاسيدا نوغ دكين و دكار يعني جي جناحي ان اقاسي ان الجسد جي دور بوبي حتى سري نينوكا حتى بن سرتريا تغادر ديها او معنى يعني المقصد جي روحي كافرة بيشين اجيك يفرد او جي يعني بلا او اقسم بخيل الغزاتي بحسب وان غازين والتي تنزع في اعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة بطول أعناقها من الوضع ما نميز عن الوضع أو أعنة شو بو سيدا؟ أعنان هفصار سيدا جم جمع؟ أريسة جم هفصار شو كل سريع شبيع عنان يا؟ عنان 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 بي ومعنى هفصار بلي أو أقسم بخيل الغزات التي تنزع في أعنتها نزعا وتغرق فيه العنة نوا يعني حتى كو أو نغد بالعرضيدة لطول أعناقها لأنها يعني شو كتلك بالهش الشيار دلبن أصر دسيمون ده ويا جم دهش دسيمون ده فقط هش بي عربة جبوك السيمون دريشن جم الشتيوارا هندكتين يعني يعني جم بس ناقد حتى جيد دس السوارا والتي تخرج من دار الإسلام أو إجت قط يا جو والسابحات وكنت رجع أبي كوز دار الإسلام درت كابين نن إجدار إلى دار الحرب إلى دار الحرب والناشطات من قولك أو معنى ناشطات أنا معنى ناشطات يعني أو النازعات أو هسبين ويوان غازي وتنزع في عنتها نزعا بقول غرقا إجا والناشطات مربي شيء غير مربي هسبين أو هسبين كو إيش دولة إسلامي درت كذا جبوا جهادي بال دار الحرب بعد نعم أبجي ما أخذ من قولك ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد جوي معني هذي والناشطات أبج مملكتك درت كذا شو مال مملكتك جبوا فتحة ودي بكن بلد ما جوا السابحات يجد بيتش أو ديسا أو هسبين وتسبح في جريها شوين أخذها ويكي كسباي بكن أبقص باللزو وبالدنجا وباهنج ديشن فتسبق إلى الغاية عجلة بجهجن بالمقصدها فتدبر أمر الغلبة وظفر بن سببه أو أم غلبة وظفر يمسرها به وإسناد التدبير إليها إجل كاف كما يقول ما دم متأف نازعات وناشطات وصابحات وصابقات أفتب ما تخسن وصبه أسبي أسبات يكا مدبرات شواء ما أم إسناد التدبير الواقع لأنها من أسبابه لو رأى أو حسب إيش أسباب تدبيرنا إيش أسباب تدبيرنا أو إيش من باب إسناد الشيء إلى سببه
بله وشه اف 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 دي سمعنا دو دوات شو نوا اجا مي بحثا استيراك معناك السيا ها سيدا معناك السيا يا سيدا معناك السيا او اقسم بالنجوم التي تنزع اجا نزعت شيء بيد مراد معناك تنزع من المشرق الى المغرب تنزع الشرقي حتى غربي اجا اجر نزعة شرقي حتى غربي باغراق معنويتيا غرقا معنويتيا واغراق وفي النزع ان تقطع الفلك كله معناوي يعني تشتكي ناهله تمامي وي فلكي وان ابراجا تبع قطع ذك حتى تنحط في اقصى الغربي الشرقي الشرقي حتى صدو الشيستة صدو الشيستة سيحت مطلعها حتى تخلاص ذك والتي تخرج من برج الى برج اوجي معنا ناشطات وهي سبخيجي والتي تسبح في الفلك من السيارة او كواكب قد فلكي فلك ده او كواكب قد او معلوم دقارن وكي سوبا ايدي كان فتسبق جهو دو درباز دبن اجا فتدبر امرا على الحسابي يقول في معنى او ستير شو تدبير دكن امر كي تدبير دكن معناه يعني دبن سببي وعلمي حسابي وجيبي وكي وآياتها يونس يا هذا بينجا لتعلموا عدد السنين والحساب نعم فتسبحوا في مراتب الارتقاء او باشخيا لتعلموا عدد السنين والحساب او سر يفيد بجر تخمينا مسلمين والله هو كتيت او الصال تيتكو والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين لتصبت كيف يعني أبل. معلوم او بحساب مثلا وجهية او يمها بالقمرية او فلان او معلوم درجة مانا جمع تشكيل بيها بإن عدة سنة عند الله 12 سنة كتاب الله بلي لقول حساب قمرية نقول حساب رجولين بلي بلي او القرى حساب قمرية ابي هاتش خوالكو تيت هفال بقوة لكتابة الفريميز حديقة البدر بلا شاكل بلا شوابه؟ بلا والنوضعات خرقاً بلا أكود بجوا إغراقها في النار يعني تشاهد كود بيوا النازعات غرقاً أو مقصدها غرقي ستيرا رأي تشوا جيبه بمعنى يعني تشتكي ناهلن ها يعني حتى صونيت يعني بي وقت عرابة خادة غرقان تبين مفهول المطلق هر حال ده والنازعات نسعى غرقان تبين جنة عمل سيازاتي غرقان أبي قسمة كي جنازة هي يعني ها شو على كل حال أو مفهول مطلق كي سبطي مفهول مطلق يعني فيانس شكي غرقان تعبيدها بوتا قال إغراقا أو يانا قلت يا أبل وكي أنبت من الأرض نبات كلامك يا سيدنا ام دوام دكن والنازي ما قو شو ام قيش نمكو وقيل النازعات ايد الغزات وقيل النازعات والنازعات يجي النازعات ايد الغزات او انفسهم كما نزع دكن بتنزع القسية باغراق السهام نزع وان تيرا نات نزعت كمان سيدا كمان كن كمان سيدا كده هندات كمان قوس كمان سيدا سيدا كمان سيام تير سيام تير بيغراق السهام والتي تنشق الأوهاق يعني أوان وان وريشة تنشط الأوهاق حبل كالطوال وقد يسكن نحو نهر وهقش تيغوتن وهقش تيغوتن بلي يعني تعقد الحبل الذي يعني تعقد الحبل الذي يطول للخيل ترعى فيه يعني او وريسك يعني كو جبو اوا نجبو هسباك وتيدا دتشيرن شدقن وغريد الدنيا يعني شدا وريسي بدريج دكا يعني دنت بوك بول بول دولا غارة ولا بيجي يعني حتى حد يام والمقسم عليه والنازعات والناشر والسابحات مقسم عليه محذوفة وهو لتبحثن وجدان
لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. ذكر القيامة لو رأي بعثة قيامة بيجي يوم ترجف الراجفة. ويوم ترجفون منصوب بها المضمر. لا تدع عبارة يانشة. منصوب بهذا المضمري. حليلو. سنجي غلطة. بلي بلي. هيا باوا نشكي كيسا خوشة. يعني او مضمري كنا تبع السنة ابو يا. مضمري كنا تبع السنة ابو يا. تغذي الكلمة. يا زانت فوي. يوم تغذي يوم صافش متبع السنة مقدر يعني. خوشي بيجي. اشوا نسخو من بهذا. نسخو من بهذا. بهذا المضمري سيدا. تمام. يوم ترجف منصوب بهذا المضمري والراجفة الواقعة. عم يجي في هالمضمري فقد يانشا عم يقول يانشا. في هذا المضمري الراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال. راجفة نفو أو درجفة. بلكي مرجفة. لبلي ترجف عندها الأرض والجبال أبو أجيب يا نابي أبو أو كراجفة. يعني ويكي أو خد راجفة. معلوم أبو مبالغة يعني أبو مبالغة وبلاغتك يعني. وهي النفخة الأولى وصفت بما يحدث بحدوثها. وصفت بما بشيء يحدث بحدوثها. يعني هذا هو سبب الرجفة أو رجفة نكو أو أوى. بلكي أو النكوة بيداد بي. النكوة بيداد بي. بحدوث النفخة أو رجفة شديدة. يعني كأبو إسرافيل عليه السلام بتونش بفتكر سوري عندي رجفة. جامل بدي بس كنن بلا بلا جمال صبح ونا حسكي دوام كي تشوفوا خلت هبدون برنادة تمام. السلام عليكم الله وخيرين كثيرا. السلام عليكم الله وخيرا. والسلام عليكم. أمانتي خدا بخاطرك.